يعمل هؤلاء على استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل بالقوائم الانتخابية. بعيدا عن تدخل الإدارة، تقوم اللجنة البلدية بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. الهيئة ناخبة في الانتخابات الأخيرة بعد المراجعة كانت 24605، واليوم تسمى مصلحة الانتخابات. نعيد ونكرر باللي راهي مستقلة، راهي تحت الرقابة تاع السلطة المستقلة للانتخابات. احنا مصلحة مستقلة عن الإدارة، رانا على اتصال مباشر مع المواطن تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات. اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية متواجدة على مستوى كل بلديات الوطن، وهي تخضع للرقابة القضائية في أعمالها، بحيث يمكن للمواطن الطعن في قراراتها. الضمان الأساسي لهذه اللجنة مراجعة القوائم الانتخابية هو أنه يترأسها قاضي يعين من طرف رئيس المجلس القضائي المختص، وأن أعمالها عمل إداري يكيف أنه ذات طابع إداري، ولكن هو خاضع لرقابة القضاء. لجنة مراجعة القوائم الانتخابية التي يترأسها قاضي موجودة على مستوى 1541 بلدية. المتوافدون إلى مكاتب التسجيل يرون أن المشاركة في الانتخابات خيار لا بديل عنه للمساهمة في بناء جزائر جديدة. جدت باش نسجل في الانتخابات، وإن شاء الله تكون بلاد إن شاء الله جديدة، وتكون خير إن شاء الله شبابة تكون يخدموا الشباب هذه. المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تستمر إلى غاية 23 من شهر مارس الجاري، وهي أول مرحلة لانتخابات 12 جوان المقبل لإعادة انتخاب تشكيلة ممثلي الشعب تحت قبة زيغود يوسف.